ايه؟ عمو. انا عمو؟ اه. انا اول مره حد يحترمني. ماما. ايه يا غزه؟ هو ينفع اقول لك على حاجه؟ قولي يا حبيبتي اللي انت عايزاه. هو مين اللي كان ماسك ايدك واللي كان قاعد جنبي؟ انا طبعي كده وبحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده، دي حياتي انا، دي ملكي انا، وده مهما يكون برضو هكون زي ما انا عايشة سني وبغني وبحب الحياة، قلبي عايش سنين وحياتي وهوا، بعمل اللي بحبه وبحسه اكيد، ثانية ثانية يا دنيا هعيشك انا. ازيك يا بلاطة؟ الحمد لله يا طنط. ازيك يا غزل؟ الحمد لله يا بلاطة. غزل هتاخدي برضو الهافر بورد؟ ايوه يا ماما. ماشي. تعرفي يا غزل انا مش هحنقولك على الاخر. بجد؟ ايوه يا غزل. ماشي. بلاطه في سؤال بس كده كنت عايزه اساله لك، ممكن بس من غير مزعل يعني؟ اتفضلي. مين سماكي بلاطه؟ في واحد صاحب بابا اسمه عمو صلاح الجمل فسماني بلاطه. طب سلميلي عليه. ماشي. ماشي. يلا يا غزل تعالي. هتاخدي انهي؟ هاخد ده. طب يلا يا حبيبتي. يلا. بلاطه. بصي يا حبيبتي انا رايحه مشوار، غزل بس هتلعب قدامك هنا في الشارع ده. حاضر حاضر. ماشي حبيبتي اتفضلي. ماشي. يلا يا غزل تعالي. يلا يا ابو العبي في الشارع ده هنا قدام بلاطه. ها حاضر. ماشي يلا حبيبتي. يا مكه. نعم يا امي. نلعبوا ايه يا مكه؟ مش عارفه. طب بصي ايه رايك ناجره عجله زي كل يوم؟ ماشي يا امنيه. بصي بقى انا معايا 10 جنيه هاجر عجله في نص ساعه. وانا كمان معايا 10 جنيه هاجر عجله نص ساعه. الله يا مكه، شايفه البنت اللي بتلعب الهبر برده هناك دي؟ الله الله يا مكه. تعرفي بابا مش بيخليني اجر هافر بورد ده غير في العيد بس يا مكه. وانا كمان يا امنيه لما بنيجي نروح مصيف بابا بيخليني اجره برده. تعرفي ليه يا مكه؟ ليه؟ عشان هو غالي الساعه 100 جنيه. ايوه يا امنيه. طب مكه. نعم. انا جاتلي فكره حلوه قوي. ايه هي؟ تعالي. ايه يا احمد انت فين؟ الشمس جامده قوي يا احمد، وبعدين العربيات رايحه جايه تعاكسني. طيب يلا ماشي انت فين؟ طيب سلام. ايوه شفتك. طب ماشي سلام. كل ده تاخير يا احمد. وانت كمان وحشتني خالص. لا انا مأجراه من عند بلاطه. ماشي ماشي. ينفع اخد لفه بقى؟ اه ينفع. اتفضل. فاهمه يا مكه؟ فاهمه يا امنيه. خلاص ماشي. طب بقول لك ايه؟ نعم. انا هروح ابص عليها واجي. ماشي. ايه يا حبيبتي امال بنتك فين امها؟ طبعا زي كل يوم اجرت لها هافر بورد ساعه. انت وحشتني قوي قوي يا احمد. والله العظيم وانت وحشتني كمان. هنقف فين بقى؟ نقعد نتمشى كده بالعربيه شويه انا وانت. يا بنتي عايز اقعد اتكلم معاكي، تعالى نروح اي كافيه. لا 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 ما ينفعش اي كافيه، ممكن اي حد يشوفنا يا احمد وانت عارف كده. لا ما ينفعش اي حد يشوفنا. اه طب خلاص تمام، هوديكي حته مكان كده. بجد؟ المهم بس ما حدش يشوفنا فيه. مش كان زمانك مراتي دلوقتي؟ يا ابني قول لنفسك، مش احنا زمانك حلنا متجوزين بدل ما احنا كده عاملين شبه الحراميه وبنسرق. ما هي امك بقى اللي قالت عايزه شقه لسه ببدا حياتي سيبيني. طيب ماشي، ما هي بنتها وبرده عايزه تطمن عليها يا احمد. لا ماليش دعوه. سيبك بقى من القديم ده وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا، ولا حدش
بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. تعالي بقى نركنه هنا ماشي، وقعدك في حتة مكان كده. طب يلا غلبانة قوي. ايوه يا امنية ده زمانها بتدور علينا. بقول لك ايه يا امنية؟ نعم. احنا هنلعب بيه شويه ونرجعه تاني؟ لا يا مكد، احنا هنقعد نلعبه بيه لحد ما نزهقه، لحد اخر النهار يعني، وبعد كده هندوه البلاطه ونقول لها اللي احنا لقيناه في الشارع، وبعد كده اول ما شفناه قلنا نرجعه لك على طول، وكده بقى نبقى عملنا معاه جميله. ماشي يا امنية. دوري انا بقى. طب ماشي يا مكد، يلا. يلا يا مكة. انا مبسوطه قوي، دي طلعت غلبانه ازاي، عطتني يعني الهافر بورد، هتلاقي دلوقتي عماله تدور علينا. رايك بقى في الكافيه بتاعي؟ بجد حلو قوي قوي. ده بقى الكافيه بتاعي انا، على فكره ما اكون زي انا احب اقعد هنا كده مع نفسي، بس بجد قعده حلوه قوي قوي. بس عارفه ناقصه حاجه واحده. ايه بس بقى؟ حد كده يخدم علينا، اتنين ليمون، اتنين قهوه، نسكافيه. انا مش عايزه اي حاجه، انا كفايه عليا بس ان انا اكون معاك. طب اقول لك حاجه، استنى اروح السوبر ماركت اجيب. لا لا والله انا مش عايزه حاجه، والله مش عايزه اي حاجه، والله كفايه بس ان اكون معاك وكده شايفاك. وحشتيني. وانت كمان وحشتني. وبحبك. وحشتيني. بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني، بحبك موت. انت عارف غزل بقى فين؟ فين؟ عد خمس شوارع من هنا، غزل بتأجر هافر بورد هناك. انت بتتكلمي بجد؟ اه والله. انا مش عارفه اصلا انت لفيت بينا وجبتنا هنا ازاي؟ يعني المكان قريب قوي منها. يعني جنبنا؟ لا على طول هنا. خلاص تمام. طب كمان انا حاسه ان انا قلبي معاها كده. احلى حاجه هنا الشارع هادي خالص. ايوه صح، ومحدش يشوفنا كمان، اهم حاجه محدش يشوفنا. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه بجد، انا طبعا ما صدقتش، مش عارفه حاجه. والله انت تعبان اهو، خد اللي هنا. نعم انت متخلف بجد ولا ايه؟ يا عبيط عبيط. طب عايز ايه يا عبيط؟ اشتري مني فل ورد والنبي. اشتري منك ايه؟ فل ورد. اشتري منه يا احمد عشان خاطري. حبيبي هو فين الفل والورد يا ابني؟ هات الفلوس واجيب لك الفل والورد. اه انت هربانه منك صح؟ اه انا هربانه منك. طب اخلع يلا. والنبي يا خالتي، والنبي يا خالتي. والنبي ايه؟ والنبي يا خالتي. والنبي ايه؟ قول لها تاني كده؟ والنبي يا خالتي، والنبي، والنبي يا خالتي، والنبي. انت بتضحك عليا عشان خالتي. خالتي بس، خالتي دي. لا 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 لا. طب تعالى هرضيك عشان كلمة خالتي دي بس. خالتي يا احمد ايه ده؟ خالتي. بص قول لها خالتي تاني. يا خالتي ربنا يخليك، خالتك وحمادك وكل الناس اللي تعرفها. خد ماشي. هات الفل. ماشي بس انا مصاري. حتى بص يا فلي ده، لا 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 لا. حتى بص عمادي دي، لا لا لا. شكرا يا عم. شكرا. خلاص خلاص ديك عم. خلاص شكرا يا عم. سيبنا بقى نقعد مع بعض بقى. بس دم خفيف قوي يا احمد والله. ايه يا خالتي عامله ايه يا خالتي؟ كده برضه يا احمد. خالتي من هنا ورايح. اسمك خالتي ليه كده يا احمد؟ بحبك يا خالتي. حبيبتي ايه؟ شفتيش واحده كده ساقيه هافر بورد واسمها امنيه؟ هذا بود هافر بورد. اه همبرجر على اول الام هناك. لا هافر بورد، هافر بورد. ايوه ما انت قصدك همبرجر. انت جعانه؟ في بيبيع فول وطعميه وكل حاجه. لا انا مش جعانه، هافر بورد. هافر همبرجر على اول الام هناك. بصي المطعم هناك. انا قصدي هافر بورد واحده سايقاه. يا بنتي همبرجر بخمسة جنيه والله رخيص هناك اهو. انت مش فاهمه حاجه. خلاص بقى مش عايزه منك حاجه. اهدى. عمو. ايه؟ عمو. انا عمو. اه من اول مره حد يحترمني. استني بقى ساكت. عايز ايه؟ ما شفتش واحده راكبه هافر بورد اسمها امنيه؟ ايه؟ ما شفتش واحدة راكبة هافر بورد اسمها أمنية؟ إيه؟ ما شفتش واحدة راكبة هافر بورد اسمها أمنية؟ ده إنجليزي ده؟ آه ده إنجليزي ده يا مرسي؟ إنجليزي؟
طب بصي، انا مش عارف اي حاجه، بس خالتي اللي قاعده في العربيه اللي هناك دي هي وعمه عارفه مكان امنيه فين، وانت روحي لها. ماشي. هي عارفه امنيه؟ اه عارفه امنيه. ماشي ماشي. حتى بصي خالتي دي، لا لا لا، بس انا اول مره حد يحترمني. يا عمو يا عمو يا عمو، شفتني حلو ازاي؟ يا عمو يا عمو يا عمو، شفتني حلو ازاي؟ انا اسد، انا اسد. مش معقول والله. خالته عايز ايه يا حبيبي؟ ماما غزل، انت ايه اللي جابك هنا يا غزل؟ ايه اللي جابك هنا؟ يا دي بنتك؟ ايوه ايوه بنتي غزل. يا ماما في اتنين صحابي يا ماما اخدوا مني هفر برضه، وقالوا هيرجعوا لي تاني وانا ما شفتهمش تاني. طيب ماشي حبيبتي، انا هجيب لك، مش هحلي اجيب لك انا الهوفر بورد. تعالي تعالي. خدوه منك ازاي يا غزل؟ وفين هما؟ بص يا ماما، هي كانت اسمها امنيه واحده، اسمها امنيه واحده، اسمها مكة. بص يا ماما، انا هقولك اخدوها مني ازاي. هما قالوا لي هينفع العب معاكي، قلت لهم ماشي يا ماما، عشان انا يا ماما لما اجي اقول لك ماما تعالي العبي معايا بتقولي لا، وانا اصلا ماليش اصحاب، عشان كده قلت لهم ماشي. فهم اخدوا الهافر بورد مني يا ماما. طيب ماشي يا حبيبتي، بصي اوعدك من هنا ورايح ان انا هلعب معاكي على طول، وفي مفاجاه بقى كبيره. طب ايه هي؟ ان انا هجيب لك هافر بورد. الله بجد؟ ايوه بجد يا ماما. ماما هي ماما هي دي؟ طب تعالي. ازيك يا غزل؟ الحمد. كنت فين يا غزل؟ انا كنت عماله ادور عليك يا غزل. وانا برضه كنت عماله ادور عليك. انا كنت عماله ادور عليك يا بنتي عشان اديكي الهافر بورد، ما لقيتكيش. يا حبيبتي انت ايه اصلا اللي خليكي تاخدي منها الهافر بورد؟ لا انا كنت متفقه معاها. مش اتفقتي معاكي ناخد لفه؟ ايوه دي مكة عماله ادور عليكي في الشارع التاني. بجد؟ ما لقيتكيش والله. طب يا حبيبتي لو سمحتي معلش انزلي، عشان احنا اتاخرنا على ميعاد الهافر بورد. لو سمحتي انزلي. حاضر اهو. يلا يا غزل. على فكره يا طنط والله انا ساكنه هنا. يا غزل لو عايز تتعبي معايا ناديني، قولي امنيه بس وانا هنزل. ماشي يا امنيه. بعد كده بقى اهلا بك يا شيماء للصحاب. ماشي. يلا حبيبتي يلا بقى. يلا يا ماما. الله ده انا دماغي جامده قوي. ايوه دماغي جامده. الله ده دماغي جامده قوي. ايوه يا امنيه ده انت دماغك جامده قوي يا امنيه. الله ده دماغي جامده بجد. انا دماغي جامده قوي. انت يا بنت يا امنيه ده انت دماغك جامده يا بنت والله. انا دماغي جامده. ايوه انا دماغي جامده. امنيه كمان مخها جامده. ماما. ايه يا غزل؟ هو ينفع اقول لك على حاجه؟ قولي يا حبيبتي اللي انت عايزاه. هو مين اللي كان ماسك ايدك واللي كان قاعد جنبي؟ ماسك ايديا؟ لا يا حبيبتي، هو ولا كان في حد قاعد جنبي ولا حد ماسك ايديا خالص يا حبيبتي. لا يا ماما، كان في حد ماسك ايدك وقاعد جنبي كمان يا ماما، وحتى يا ماما قال لك هي مين دي؟ قلت لي دي بنت. لا بصي يا غزل، بصي يا حبيبتي انت ممكن بس تكون الشمس اثرت عليكي شويه بس فتهيألك حاجات. ماشي يا ماما. بصي يا غزل انا عايزه اقول لك على حاجه، مش انت بتحبي ماما يا غزل وبتخافي عليها؟ ايوه. حبيبتي الكلام ده كلام كبار، ما ينفعش تتكلمي فيه خالص مع حد يا غزل. طب ليه يا ماما؟ اروح اقول لبابا؟ لا لا يا غزل ما ينفعش يا حبيبتي. بصي ما ينفعش تسالي بابا يا غزل ولا تقولي له حاجه عن الكلام ده خالص، عشان انت عارفه لو قلتي لبابا بابا يا حبيبتي هيشتمني وبعدين هيسيبني ويطلقني وابعد عنك ومش هشوفك تاني. ماشي يا ماما، مش هقول لحد. عشان خاطري يا غزل الكلام ده انسيه خالص يا غزل، وما تحكوش لاي حد خالص، لاي حد ولا لبابا ولا لاي حد خالص. حاضر. ماشي يا حبيبتي. حاضر يا ماما. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. يخليكي ليا. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ده لو غزل اتزحلقت بس بكلمه قدام ابوها هيطلقني وهيبعدني عن بنتي ومش هشوفها تاني. ولو لو لو البنت لا قدر الله كانت مشت لوحدها واتخطفت ولا جرالها اي حاجه، انا كنت هعمل ايه؟ يا رب يا رب يا رب خلي البنت تنسى الموضوع ده يا رب. يا رب انا مش هعمل كده تاني، عمري ما هعمل كده تاني والله. انا بنتي عندي بالدنيا وجوزي وبيتي. يا رب يا رب يا رب سلم، يا رب سلم يا رب. يا غزل استنى.